بتكلمش على تعليق الرياضيين، انا بتكلم على اخفاق اعلامنا بانه هو ياخد موقف ولا يذكر للمواطن المصري ما حدث للمشجعين واللاعبين الجزائريين حين جاءوا الينا في المباراة الاولى. حدث لهم ترويع بالمثل ايضا، في 45 أصيبوا من المشجعين بعد المباراة، منهم واحد ضرب بسكينة، ووزارة الصحة المصرية لديها الأسماء وكما قدمتها للسفارة الجزائرية، يمكن أن تقدمها لك لو طلبتي وزارة الصحية المصرية. هل في واحد من المشجعين المصريين اضرب بسكينة في السودان؟ احنا لدينا اضرب مشجع جزائري بسكينة في مصر. الموقف ده ما حصلش اي اعتبار، كان معايا تيم طبي 12 طبيب على اعلى مستوى في جميع التخصصات مكلفين من وزارة الصحة، ولفينا على كل الركاب، الاف الركاب، ما فيش ولا مصاب في دول. انا قابلت الفنان ياسر توفيق ومعاه شوية فنانات في المطار، حصل لك حاجة؟ قالوا ان انت حصل لك حاجة. راجل زي الفل وبيضحك وبيغز وبيهزروا. احنا لحد قبل المباراة بيوم ما فيش واحد مصري شاف قناة فضائية جزائرية ولا شاف جريدة جزائرية لحد قبل المباراة بيوم. احنا الشحن كله اللي حصل على مستوى الوطن العربي هو اعلامنا المفتتح، احنا في الاعلام مفتتحين بقنواتنا الفضائية الخاصة. هذه القنوات اهاني تاريخ مصر قبل ما تجيني الجزائر، اهاني تاريخ مصر وحولناها الى حرب. احنا اعلامنا هو اللي حولها الى حرب. الاعلام الجزائري صفر جنب الاعلام المصري، ملوش اي تأثير، لم يصلنا اعلام جزائري عشان نقول ان الاعلام، لا، الاعلام المصري واللي قاعد يضعوا على الجزائر ويقولوا يا رب ينكد على شعب الجزائر كله. ده كان يوم مباراة مصر وبروندي في احد الفضائيات ومذيع مصري اللي قال يا رب ينكد على الاعلام على الشعب الجزائري كله. هل هذا معقول؟ قال نستقبلهم بالورود عشان ينزع هذا الاحتقان اللي كان حاصل واللي احنا تسببنا فيه بالشحن الاعلامي الرهيب اللي حصل قبل المباراه. قال نستقبلهم بالورود، استقبلوا بالحجاره. تصور ايه يا استاذ محمد من خلال الاعلام اللي تحول الشعب الجزائري كله الى قتله وسفاحين؟ ده اللي يصور لنا، لكن حضرتك بتقول ان ده عكس الواقع هناك خالص. والله افتراء، هذا ما شفته انا. لازم مجد اخ فاضل يكلمني طول الرحله يقول لي يوني انا بقالي سنين احمد هناك ما شفتش منهم بكل خير. اول ما نزلت واتعرفوا عليا بقى يقولوا لي الاسواق اللي فيها السلع الكويسه والرخيصه، قال التعامل حتى والله مع البائعين يعني سماحه وكده يعني سهوله ويسر. فعلا فعلا، لذلك المصريين ولا واحد منهم لما كنا هناك ونسمع الفضائيات ونشوف مستعجب استجدت جنب يا رب مش ده اللي انا شايفه يا رب. حد يقول لي سر ليه الجزائريين بيكرهونا؟ انا عايز افهم السبب. الشاب الجزائري بيقول انتوا هتحصدوا اللي زرعتوه. انت يا عمرو يا اديب بيقول كده بالنص، انت يا عمرو يا اديب كرهتني في الشعب المصري. الشعب المصري فيه مهندسين، فيه اطباء، فيه فنانين، فيه اطفال، انت كرهتني في الثمانين مليون. استنى، خسرانا من
نيجيريا كل جنوبية اليونان المجموعة الثالثة إنجلترا أمريكا الجزائر وسلوفينيا المجموعة الرابعة ألمانيا أستراليا صربيا غانا المجموعة الرابعة هناك هولندا الدنمارك اليابان الكاميرون المجموعة الخامسة وهناك إيطاليا الباراغواي نيوزيلندا سلوفينيا المجموعة السابعة البرازيل كوريا الشمالية كوت ديفوار البرتغال الثامنة إسبانيا سويسرا هندوراس وتشيلي بان احكيله بلدي عندك ويجول يكون واش يكون واقفين ديما نازل واقفين ديما نازل كامل معاك ديما نامي بيك معاك يا الخضرا من قدام نجمة في سما والخير تضوي عليك من يديك امان العلام معاك يا الخضرة معاك يا الزاير معاك يا الخضرة ديري خان سيسعدني كثيرا أن ألتقي بأخينا وشعبنا المجاهد البطل شعب الجزائر على أرضه المباركة الطيبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذا البلد أمنه وأمانه ورخاءه واستقراره. الجزائر قسما بالله يا شعب الجزائر أنكم في جبهة المجد منائر يا وقود الثورة الكبرى ويا ملهم التاريخ فخرا ومآثر النضال الحر فيكم فجره قصة الأحرار أنتم والحرائر قد درسنا مجدكم في أرضنا وسمعنا ذكركم فوق المنابر وتلونا حبكم أنشودة في وجه الظلام وعقدنا العزمة بإيمان أبدا أن تحيا الجزائر بيبا لالجيري يا جزائر لا نحبك ونموت فيك أنت يمي وأنا ابنك روحي وحيد المدفع وقذيفة ما كان منها أروع من قاهر فرعون عنتر عندما دوى نشيطه في الفضاء ولعلعا هذه الجزائر رغم كل جراحها تعطي ابتسامتها وتمحو الأدمع فقل الجزائر واصغى إن ذكرت